البحرين مملكة صغيرة في حجمها ومتواضعة في مواردها، كبيرة في مكانتها وبما تمتلكه من طاقات بشرية واعدة، تسعى بشغف وتبذل قصارى جهدها لأجل خدمة الدين ورفعة الوطن. كيف لا وهم يحظون بقيادة حكيمة أولت الإنسان اهتماماً خاصاً باعتباره الثروة الحقيقية في بناء الوطن وتنميته. في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف طاقات متوثبة تحمل أفكاراً رائعة وتتطلع لتقديم برامج نوعية متميزة، لذلك توالت جهودها في مجال خدمة القرآن الكريم حتى تبلورت فكرة إطلاق مسابقة قرآنية عالمية عبر الإنترنت تنطلق من البحرين لجميع بقاع الأرض، ليلتقي أهل القرآن جميعهم في عالم مملكة البحرين الافتراضي ويتنافسون للحصول على لقب القارئ العالمي. تجسدت المسابقة على أرض الواقع بعد المباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، حيث شمل برعايته الكريمة هذه المسابقة مؤكداً على اهتمام جلالته بخدمة القرآن الكريم ورعاية أهله. لم يكن هذا العمل ليرى النور لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم مؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص، فما أن تم الإعلان عن فكرة المسابقة حتى تلقت اللجنة المنظمة مبادرات من قبل عدد من الهيئات والمؤسسات لرعاية المسابقة ودعمها كشركاء ورعاة في هذا المشروع المبارك، حيث تصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قائمة الشركاء الاستراتيجيين. تفاعل لافت حظيت به المسابقة من قبل الجمهور خلال حملتها الإعلانية التي شملت كافة وسائل الإعلام التقليدي والحديث، بالتعاون مع هيئة شؤون الإعلام بصفتها الشريك الإعلامي، حيث هدفت الحملة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 6 أشهر كانت كفيلة باستقطاب الآلاف من المتسابقين من مختلف دول العالم، حيث توالت المشاركات منذ فتح باب التسجيل في شهر إبريل وحتى شهر سبتمبر من عام 2014، وقد كان لهيئة الحكومة الإلكترونية دور محوري في الدعم الفني للمسابقة باعتبارها الشريك التقني. إن استقبال آلاف المشاركات وتقييمها لم يكن بالأمر السهل، ومن أجل ذلك فقد هيأت إدارة شؤون القرآن الكريم لجان تحكيم تضم نخبة من المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في علوم القرآن الكريم وقراءاته المتواترة، يعملون عن بعد من أماكن مختلفة من العالم. خاض المتسابقون 4 مراحل تم فرزهم في كل مرحلة واختيار الأفضل من بينهم، ليصل 5 من المتسابقين فقط إلى المرحلة الخامسة التي سنشهدها الآن، ليتم فيها تتويج 5 الأوائل الذين استحقوا الفوز بلقب القارئ العالمي.